أنا مقابلة حنين الحجالي، بشتغل مسؤولة صحة إنجابية في منظمة سيما. عملي هو القيام بجولات ميدانية إلى مشافي والمراكز اللي بتقدم خدمات الصحة الإنجابية. طبعاً العدد خلال اليوم ممكن يوصل لأكثر من 60-70 مريضة، وأحياناً بيوصل للمية. بالنسبة لعدد الكوادر بما يتناسب مع عدد المستفيدات أو عدد المريضات هو أقل، يعني بكتير غير متناسب. طبعاً غرفة المخاطبة كنت أنا مصورتها سابقاً، هي فيها سريرين فقط، وهذا أكبر تحدي. في حال إذا إجت مريضة ثالثة ما في مكان نحطها في الغرفة.